معنا اتصال من أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أم خالد. أشكركم أخوي على هالبرنامج الطيب وبارك الله فيكم. بالنسبة للعمالة الوافدة، احنا عندنا يعني نستقطب عمالات وافدة في حين أن عندنا أبناء الكويتيات. نعم. فعندنا أبناء الكويتيات، في عندنا كثير من أبناء الكويتيات البدون. نعم. ما لهم أي وظائف، كذلك أبناء الكويتيات سواء كانوا يعني خليجيين أو عرب. نعم. فهم نفس الشيء، ما نلاحظ لهم تعيين. فإحنا ليش نجيب عمالة وافدة من برا وعندنا ناس قاعدة عاطلة عن العمل؟ ليش ما نستفيد من كفاءاتهم؟ ليش إحنا نجيب الوافد؟ هذا يكلف على الدولة. صح. يكلف على الدولة ميزانية في العلاج، ميزانية في التعليم، زحمة في الطرق، سكن، ارتفاع حتى الأسعار السكن، بالتالي ترتفع عندنا الأجارات. فإحنا أبناء الكويتيات ليش ما نستفيد منهم؟ هذا الشيء. الشيء الثاني، أبناء الوافد حتى عنده راتبة أو الإجازة، عنده إجازة سنوية يأخذ فيها راتب، أبناء الكويتيات ما يأخذون. فعندنا أبناء الكويتيات بدون، خصوصا المدرسين، عطلة الربيع يستقطع هذا من عدد يعني الأيام هذه، فما لهم راتب فيها. أم خالد، أنت متزوجة غير كويتي؟ أنا زوجي إيه، زوجي خليجي. خليجي. شنو الميزات اللي يأخذها مثلاً أبنائك من زوجك الخليجي عن الوافد العادي أو عن الشخص بالعكس العادي؟ بالعكس، الوافد ماخذ كل حقوقه. إحنا عارفين إن عندنا عمالة 18% من الجنسية المصرية. نعم. مفروضة في حكومات الدولة. طيب أنا أجيب واحد من جنسية وافدة وشغله في وزارة الداخلية، أحطه في مجلس الوزراء، أحطه في مجلس الأمة، أحطه في الأماكن الحساسة، شلون؟ هذه مو أسرار دولة. المفروض إن الكويتي يلي ابن الكويتية. نعم. وغير هذا، إن أبناء الكويتيات يعني عندنا شهادات دكتورة 280 دينار أبناء الكويتيات، بينما الوافد الحين أنا سمعت أحد الوزراء معين واحد يعني تقريبا 3000 دينار، مع أن هذا شهادة ابن الكويتية نفس الشهادة. أنا يعني حتى مشاركات أم خالد، أول شيء أنا أشكر لك.